بين 25 شباط وثلاثة أذار الأسبوع البلجيكي بلبنان، مجموعة كبيرة من النشاطات والاحتفالات اللي بتعزز العلاقة بين هالبلدين اللي يمكن ما بيشبهوا بعض ولكن أكيد في احترام واهتمام متبادل. تفاصيل أكثر عن هالحدث مع منظمي الحدث، برحب بالسيد باتريك كرم، أهلا وسهلا فيك باتريك، والسيدة سولانج بولوس، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. من منظمي هالحدث يعني البي بي سي ال بلجيم بزنس كونسل ان لبنان، باتريك حضرتك عضو بالبي بي سي ال وكمان من البلجيم كلب، وحضرتك ست سولانج من مؤسسي هالنادي. بدايه وقبل ما نتعرف على تفاصيل الحدث، خبرنا البي بي سي ال شو بيعملوا بلبنان باتريك؟ البي بي سي ال هي نتجت عن مبادره رجال اعمال لبنانيه مع السفاره البلجيكيه بلبنان، كان هدفها الاول نتشكر البلجيك اللي كل شيء ساهموا بنجاحنا فيه هونيك وقدموا لنا فرص، وبذات الوقت تطورت وجمعت رجال اعمال كمان نقدر نحن نعمل عده نشاطات تعزز العلاقات الاقتصاديه والتبادل بين البلدين، وعلى ضوئها نقدر نطور كمان هالعلاقات ونشوف كيف فينا نطورها لاقتصاديه اجتماعيه وثقافيه بذات الوقت. نعم، فكرة الأسبوع البلجيكي بلبنان جديدة، أول مرة بتعملوها بلبنان، وهي بالتعاون مع البلجين كلب، وحضرتك من مؤسسي النادي. شو بيعمل هالنادي كمان بلبنان؟ البلجين كلب من مؤسسين هذا النادي، جمعية نساء بلجيكية، نظراً أنه الجالية البلجيكية صغيرة بلبنان، بس مهمة البلجيوم كلوب التواصل بين الجالية البلجيكية، ومنقوم بعدة نشاطات ثقافية واجتماعية، فيني أقول مثل نعمل سهرات دي كاراوكي، عشوات، نعمل دي راندوني، نعمل دي بيكنيك، نعمل كمان دهرات حلوة للولاد على سان نيكولا، يعني للترابط ولتعزيز العلاقات كمان بين البلجيوم كلوب والبي بي سي ال. هلا قريبا بنحكي عن اونيبال. نعم. كمان اونيبال، جمعيه اونيبال كمان عم تتعاون معكم لتنظيم هالحدث، كيف عم تشتغلوا سوا؟ تفضل. كلنا عم نتكاتف كرمال نساهم بنجاح هيك نشاط، لانه بيتطلب كثير شغل، كثير وقت، صار لنا اشهر عم نحضر له، وضمن الظروف الراهنه بالبلد والانقطاع اللي حاصل عليه من اللي بتشكل تحدي كبير لوحدها. اكزاكتلي. فبالتالي كان هذا كثير بيتطلب شغل، بقى طلبنا من كل الجمعيات البلجيكيه اللي هي فيها تتكاتف معنا نتواصل مع بعضنا كرمال ننجح هذا العمل. هذه اول مره بيصير هالحدث بلبنان، كيف نشات الفكره باتريك؟ نشات لانه كنا عم نعمل عده نشاطات، يعني كان اكثر شيء كنا كثير عم نركز على الاقتصاديه والاجتماعيه. حبينا نتوجها باسبوع كامل نظهر فيها كل المعرفة البلجيكية اللي عندهم إياها بعدة قطاعات، إن كانت من ناحية المجوهرات، إن كان من ناحية الأكل، من ناحية المطبخ تبعهم يعني كتير تيستي بيكون، من ناحية التجارة والتبادل بيناتنا. دونك حبينا يكونوا كلهم موجودين ضمن صالون رح يكون معمول كل هالجمعة هذه. يعني صحيح انه الجالية البلجيكية صغيرة بلبنان، ولكن في منتوجات بلجيكية كثيرة كلنا بنعرفها وبنتناولها. خبرونا كيف مقسمين برنامج هالاسبوع الاحتفالي؟ هو بينطلق ب 25 الشهر، الافتتاح رح يكون الساعة 11 بوجود عدد من وزراء بلجيك رح يكونوا موجودين ورجال اعمال بلجيكية، وبذات الوقت كمان وزراء لبنانيه ورجال اعمال لبنانيه رح تكون موجوده. رح يكون ثلاث بارتس اذا بدك، وحده اقتصاديه، ثقافيه واجتماعيه، هذا التركيز الاساسي رح بيكون. نعم. اذا بدنا نحكي عن كل قطاع لحاله كيف رح بيكونوا منقسمين، بالقطاع بشق الاقتصادي رح بيكون في مؤتمرات، رح يكون في تلاقي بين رجال الاعمال البلجيكيه واللبنانيه تشوفوا كيف فيهم يتعاونوا مع بعضهم ليخلقوا فرص تبادل اقتصادي. وفي كمان المعرض يلي رح يكون من 25 ل 28 الشهر بالموفنبيك كمان. نعم. رح يكون في عارضين وفيهم كل العالم تروح تتفرج على هالمنتجات وتشتري منها كمان. الندوات والمحاضرات وين رح تتم؟ في عنا واحدة منهم رح بتكون بصالة فرانسوا باسيل يلي. نعم. هي عن المتحف صحيح. يجي. وبدنا نركز اكثر شيء بهيدي المؤتمر على
صعوبة الأورو اليوم والاتحاد الأوروبي. رح يكون موجود فيها دكتور فرانسوا باسيل ونتشكره ونتشكر بنك بيبلوس اللي هو داعم هيدا الحدث. وفي مؤتمرات تانية رح بتكون من الموفنبيك. من الناحية الجاسترونوميك بعرف في أشياء كتير حلوة بانتظار اللي رح يزوروا ويشاركوا. أكيد خلال الجمعة كلها المطعم بالموفنبيك عامل ديجني جاسترونوميك بلج، يعني كل الأطباق البلجيكية وجايبين طباخ بلجيكي مع الانجريدينتس كلها موجودين الله راد بالمطعم. وراح يكون في على الافتتاحيه ديني دو غالا، راح يقوم فيه البي بي سي ال، وبالختام عندنا كمان ديني دو غالا الاونيبيل ايمي فيا. يعني الاثنين 25 الشهر الافتتاحيه مع غالا دينر في الموفنبيك، والسبت ب 2 الشهر ديني دو غالا تبع الاونيبيل اللي هو حفل الختام. صحيح. الدعوه لمين موجهه؟ يعني مين بيقدر يشارك بهالاحتفالات بهالنشاطات بهالندوات؟ نحن حرصنا أن تكون موجهين للجميع بصراحة، يعني بس نحكي عن الشق الاجتماعي أو الثقافي، موجهين للطلاب، موجهين للأهل، موجهين للكل. وقت عم نحكي عن الشق الاقتصادي أكثر شيء موجهين لرجال الأعمال اللي بهمهم هيدا الموضوع يعني. وإذا عم نحكي عن الشق الثقافي والاجتماعي للتلاميذ، لكل الرجال الأعمال كمان، لأنه في عدة نشاطات اقتصادية مفتوحة للكل للببليك. خبرونا شوي عن جمعية اونيبيل ودورها بهالحدث. اونيبيل هي جمعية الطلاب اللي بتتخصص ببلجيكا وبعدة جامعات ببلجيكا وبتجي لهون على لبنان، وبضل فيها التواصل بين لبنان وبلجيكا. وعندهم دور مهم هلا بالجمعة لا سيمين بلج او ليبان، رح يوزعوا سيديات للعالم فيها كل معلومات واسعة عن الجامعات ببلجيكا، كيف فيهم يتعلموا يتخصصوا، شو هن مجالات العمل الاختصاص، ودورها كمان كتير مهم بلبنان. هون اذا حابين يتوجهوا على بلجيكا لكمل دراستهم. هلا عرفنا انه في جاليه بلجيكيه صغيره بلبنان، ولكن كيف الجاليه اللبنانيه ببلجيكا؟ اكبر بكثير. اكبر بكثير. وان شاء الله السنه الجايه كنا عم نفكر ببس. انتوا على تواصل معهم؟ ايه. صحيح. نعم. شو عم بتفكروا ست صلاح؟ عم نفكر نعمل لبنان ببلجيكا، اون سيمين لو ليبان ان بلجيك. ان الله راد. هيدي السنة الجاية. هيدي السنة الجاية. الله غاد. هلا هالسنة عم نعمل لبلجيك وليبان، لاني بروشين السنة الجاية نعمل لبنان ببلجيكا. إذا الدعوة مفتوحة للجميع. صحيح. وابتداء من نهار التنين. للمزيد من التفاصيل كيف فيه توصل معكم؟ 70 528 571. مدام أمل جلا. هل في شركات معينة راح تشارك بهال الحدث؟ في شركات بنحب نتشكرها لانه هي رح تكون عامله سبونسرنج بالنهايه، على راسها البنك بيبلوس، في اليانسنا، في جروب تابت، كالبو، الفا انترناسيونال، وغيرها من الشركات يلي بنحب نتشكرها. هلا ذكرت قبل شوي انه يمكن هالبلدين ما كثير بيشبهوا بعض، ولكن في اكيد اهتمام واحترام متبادل. الهدف الاساسي بالنسبه لتعزيز العلاقه بين هالبلدين كيف رح تحققوه؟ بتواجد هالأشخاص، يعني هي اللي رح تتعرف على بعضها وتخلق فرص تعاون. يعني اليوم في شركات جاية من بلجيكا جايبة منتجاتها تعرضها بلبنان تشوف شو فرص التسويق هون. يعني في منتجات جديدة معقول نشوفها بالأسواق اللبنانية. صحيح. وبالتالي معقول نشوف فرص عمل جديدة عم تتقدم للبنانية. أكيد. يعني أكيد الله راد. أوريدي نحن ساهمنا بنجاح كذا شركة بلجيكية اليوم بلبنان. نعم. وعم نجرب نسعى كمان نشوف فرص العمل، يعني في مؤتمر رح يكون معمول على هذا الموضوع، على فرص الاستثمار إذا بدك ببلجيكا. نعم. عند للشركات اللبنانية. نعم. هيدي كلها رح تنطرح أكيد ضمن المحاضرات والندوات. صحيح. أي نهار رح يكونوا؟ في 25 الشهر وب 26 الشهر. نعم. إذا الدعوة موجهة للجميع، بتصور فرصة استثنائية، بتأمل يستفيدوا منها كل اللي عم بيحضرونا، وإن شاء الله عبال كل سنة، وإن شاء الله بنشوف السنة الجاية لبنان ببلجيكا. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم. ثانك يو فيري ماتش. وقفة قصيرة مشاهدينا وبنرجع لكم.